الله يعطيكم العافية. في الفيديو السابق أخذنا كيف نعمل لوجن من خلال السيشن، الآن هناخد كيف نعمل لوجن من خلال الكوكي. طبعا الطريقة هي نفسها بالضبط، والتغيير بسيط جدا جدا جدا. أي كود بدل ما يكون إنشاء سيشن هيصير إنشاء كوكي، بدل ما يكون فحص سيشن هيصير فحص كوكي وبس، وهذا الفرق. نفس الآلية نفس الطريقة بالضبط، اللي هي الآلية ان انت تعمل لوجن، تشوف هل موجود في الداتابيز، بعدين تنشئ الكوكي، بعدين تفحص الكوكي في باقي الصفحات، تنشئ الكوكي كمان مرة، انه انت تعمل لوجن تشوفه موجود في الداتابيز، لو موجود في الداتابيز واللوجن صحيح تنشئ الكوكي، وبعدين في باقي الصفحات كلها تفحص الكوكي وبس. يعني هي نفس الفكرة المستخدمة في السيشن. طبعا راح نكمل على نفس المثال، او راح نستخدم نفس المثال بالضبط ونفس الكود، بس الفرق انه بدل اكواد السيشن راح تكون اكواد الكوكي. فهنا كان في عندنا كود السيشن راح يصير بداله سيت كوكي از لوجن وقيمته ترو، وبدي اقول مثلا 80,000 ثانية. وبعدين قلت له بعد ما تعمل الكوكي روح حولني على الكونتنت بيج 1. فنروح على الكونتنت بيج 1، هنا بدنا نعمل فحص الكوكي زي ما عملنا سابقا في فحص السيشن. اف اس سيت الكوكي اوف از لوجن يكون موجود وتكون قيمته ترو، اند كوكي از لوجن هو لو موجود وقيمته ترو مش هنعمل شيء، هو هيضل مكمل. هي المشكله في الالس، لو كان مش موجود او كان موجود وقيمته مش ترو فولس. فهنا راح نقول له روح على صفحه، خليني اجيب الكود، روح على صفحه اللوجن، ارجع صفحه اللوجن. هذا الكود اللي شفناه المره الماضيه اللي قلنا انه هو بيعمل لك ريدايركت، بس هنا راح تقول له ارجع صفحه اللوجن تجينيش. وهذا الكود راح نعمله في كل الصفحات. بالمناسبه اريح لك ان انت تعمل الكود هذا في انكلود، اريح لك تعمل الكود هذا في انكلود، عشان هو مره واحده تكتبه وبعدين تشغله في كل الصفحات. وبدل ما نحكيها نيجي نعمل هنا اوث تشيك دوت بي اتش بي بي اتش بي بي اتش بي، ونيجي الكود هذا زي ما هو، وبنرجع هنا بنقول له يا سيدي انكلود وانس هتلاقي includes auth check dot php. فهو بتكتب الكود مرة واحدة بتحطه في include، وبتصير تعمل هذه ملف include هذا تعمل له include once في كل باقي الصفحات، وهيك بتريح راسك بتكتب الكود مرة واحدة، كود الفحص يعني. ونفس الشيء اللي ممكن تعملها في السيشن. طيب الآن عملنا set cookie وفحصنا الكوكيز في كل الصفحات، نيجي نجرب نعمل login، هذا الباسورد مش كاين يحفظه زي الخليج. طيب لوجن في اشكالية في المتصفح انه هو مش راضي يكتب الباسورد بشكل كويس. طيب انا بدي اجيب الباسورد، هنيجي نكتب mo@a، وبعدين 1 2 3 4 a لوجن. هو في اشكالية عنده في المتصفح ان هو بيحفظش اللوجن بشكل صحيح، او مش كاين ان هو يستوعب ان انا بديش يعمل لي بتاع السيف لوجن هذا. والله بس اكون اكتب انجليزي. طيب فيلد هو هنا ما قبلوش، خلينا نشوف ايش المشكلة بالضبط. خليني ارجع للكود. في هنا مش 80,000، احنا تعلمنا قلنا التايم الحالي زائد الوقت اللي بدنا اياه، زائد الوقت اللي بدنا اياه. طيب نرجع لوجن، هي وداني على الكونتنت بيج 1، وداني على الكونتنت بيج 1. ناخذ اللينك، نطلع نفتح المتصفح، اروح على كونتنت بيج 1 مره واحده، اللينك طار احسن برضو. طيب كونتنت بيج 1، بنلاحظ انه هنا على الرغم ان انا سكرت المتصفح، سكرته ورجعت فتحته على كونتنت بيج 1، ما ودانيش على اللوجن من الاول جديد. ليش؟ زي ما قلنا سابقا انه السيشن انت بتسكر المتصفح فالسيشن بطير، بتسكر المتصفح فالسيشن فعليا بطير. فلما تيجي تفتحه ما فيش سيشن. يعني هنا هي السيشن على سبيل المثال،
هذا الكونديشن راح يكون فولز فراح يوديك على اللوجن، لكن الكوكي بيضله محفوظ. عشان هيك لما سكرت المتصفح ورجعت دخلت على الكونتنت بيج 1 ما ودانيش على اللوجن، ما اضطريتش ان انا اعمل لوجن من اول وجديد، لانه فعليا هذا الكونديشن صحيح، لانه الكوكي لسه محفوظ لحتى الان. الكوكي بيطيرش بإغلاق المتصفح، الكوكي بيضله محفوظ في المتصفح طول الوقت او العمر اللي انت حددته قبل شوي اللي هو 80,000 ثانية. فهي الفكرة في هذا نشيله، هاي الفكرة في موضوع الاستخدام الكوكي، هاي الفكرة في موضوع استخدام الكوكي. بضل في نقطتين، كيف اعمل لوج اوت في الكوكي؟ عمل لوج اوت انها تدم انك واحدة من الاثنين، يا تغير قيمة الكوكي تخليها فولس، يا اما تدمر الكوكي كله. واحد يجي يقول لك كيف ادمر الكوكي؟ فعليا فيش طريقة مباشرة لتدمير الكوكي، يعني هي تدمير الكوكي لفة كالتالي: سيت كوكي نفس الاز لوجن هي، ممكن تقول له فولس او ترو انت حر فيش مشكلة، ممكن تخليها نفس القيمة ترو عادي يعني. بس هو التدمير الكوكي فعليا بيجي في التايم، احنا التايم قلنا العمر، التايم الحالي زائد عدد الثواني اللي بدك تعطيله. هنا في العمر اعطيله صفر، الكوكي لما يكون عمره صفر يعني صفر يعني اتدمر، هو هيك فعليا يعني هي تدمير الكوكي بلفة شوية. فهو هذا اللوجن بس، هو هذا اللوج اوت بس، يعني سطر واحد انك تقول له خلي التايم تاع الكوكي صفر بغض النظر، نستخدم الكي والتايم بغض النظر عن الفاليو، ان شاء الله تغير الفاليو ما غيرتهاش مش مشكله، حاولت لو خليتها ترو مش راح تاثر، يعني هي ترو مش راح تاثر يعني. في الاخر هو عمره صار زيرو، عمره صار زيرو. الان المواقع لو بنلاحظ مثلا فيسبوك، لو جينا نفتح فيسبوك فيش، طيب نشوف موقع تاني. ايش في يا جماعة؟ وين طارت هذه؟ المهم اللي انا بدي اوصل له انه في مواقع بتيجي بتعطيك هنا تشيك بوكس بتقول لك تذكرني او ريمبر مي. الان بالمناسبه معظم المواقع زي فيسبوك ولينكد ان بتستخدم كوكيز اصلا، يعني هي اصلا بتستخدم كوكيز في الاوثنتيكيشن، بدليل ان انت لما تيجي تفتح فيسبوك تسكر المتصفح وترجع تفتحه كمان مره تدخل على فيسبوك بدخلك على طول بدون ما يوديك على اللوجن. لكن في بعض المواقع الاصل تبعها السيشن، فبيجيب لك هنا تشيك بوكس بيقول لك تذكرني، او هل بده اياك، هل يتذكرك انه مقصد انه تذكرني لو انت طفيت المتصفح ورجعت شغلته يرجع يدخلك مباشره ولا يوديك على اللوجن. فانت لو ما ضغطتش على تذكرني بيستخدم سيشن في الاوثنتيكيشن تبعك، لو ضغطت على تذكرني بيستخدم كوكي. ففي مواقع بيكون فيها تو اوبشن، سيشن وكوكي، حسب ما انت ايش بتختار. لو انت قلت له تذكرني او ريمبر بي بختار او بيشتغل على الكوكيز، لو انت ما ضغطتش عليها بيشتغل على السيشن. فهي هذه انه معظم المواقع بتستخدم كوكيز في السوشيال ميديا على الاقل، يعني بتستخدم كوكيز. موقع الجامعه تبعنا بيستخدم سيشن او فيش فيه اوبشن الكوكيز، في مواقع فيه تو اوبشنز، وهذا غالبا انه بيجيب لك تشيك بوكس تذكرني. فانت في الاخر حر حسب التاسك او حسب الفيتشرز اللي عندك تختار اوثنتيكيشن من خلال السيشن او من خلال الكوكيز. الله يعطيكم العافيه.